كنت عارفة إن الرسالة هتوصلك، كنت عارفة إنك هتيجي. ميشو، أنا ممكن أكون غلطت لما أسأت التعبير وقلت لك إن أنا ضابط شرطة وإن أنت مجرد حالة، بس صدقني أنا ما كنتش أقصد. زي ما أنت بتغلط يا ميشو وبتلاقي ناس تسامحك لأنك إنسان وممكن تغلط، أنا كمان غلطت ومحتاجك تسامحني لأني برضو إنسان. أنا كمان غلطت لما حبيتك، بس غلطتي كانت أقل بكتير أوي من غلطتك يا حضرة الظابط. ميشو، على فكرة أنا كمان حبيتك. بس حبي ليك كان مختلف، كان حب أخ صديق. كنت سعيدة وأنا شايفاك كل يوم بيتقدم قدامي. بص يا ميشو، أنا دلوقتي عايزة أصلح غلطتي. أنا مش مهم عندي أختار الرسالة، بس المهم إني ما أختارش أخ وصديق زيك يا ميشو. بعد إيه؟ ما خلاص عدى الوقت. لا لا لا، الوقت لسه ما فاتش. سلم نفسك وأنا هقف جنبك ومش هسيبك. مش هينفع، وبعدين أنا خلاص هسيب لكم البلد كلها وأمشي، يعني مش هتعبكم معايا بعد كده. حتى لو سافرت يا ميشو مش هتستريح، هتبقى مطارد حتى من نفسك. مش هتستريح لما ترجع هنا بلدك اللي فيها ناسك اللي بيحبوك وعايزينك. برضو ما بقاش ينفع. ميشو، وهتضطرنيش افتعل العرس معاك. سلام يا حضرة الظابط. ايه؟ المرأة العنكبوت؟ في واحدة برضه اسمها المرأة العنكبوت. بص بقى حضرتك عصب ازاي؟ وده اللي انا قلته لحضرتك يا عمر بيه. فؤاد باشا ارجوك اهدى كده شوية علشان انا متوتر خلقة. انا هادي، انا متنيل هادي، اتكلم انت بقى. حضرتك هي اسمها جيسي، وتحس كده هون من وقفتها ان هي ممكن تطير زي المرأة العنكبوت. والله؟ ومين بقى اللي ضربك بالبوكس في وشك؟ اسمه ايه؟ اسمه يعاذ بالله الدرادو، ربنا ياخده يا رب دراعه زي المرزبة. الدرادو؟ خواجة ده؟ معرفش سيادتك، هو ساعتها ما كانش لابس برنيطة، بس هو برضه شكله مش من هنا. الراجل بقى الخواجة اللي بجد وحقق حقيقي، يعني الراجل اللي كان عمال ياكل عنب ويشرب منكر، استغفر الله العظيم يا رب. وهم اكتشفوا ان التمثال الاصلي معاك انت. ساعة لما انا كنت بقى عامل ميشو وقابلت عنابي يا خدود الحليوة اول مرة في اليخت، ساعة لما سكر ركبني الموضة. خلاص خلاص انا عارفها، اللي في الصالون اللي بتتحرك بسرعة دي. كده يبقى في لغز يا عمر. التمثال الاصلي مين اللي سرقه بالظبط؟ بالظبط كده. ايه ده حضرتك بتبص لي كده ليه؟ حضرتك شاكك ان انا اللي سرقت التمثال؟ ميشو اخوك. ايه؟ ميشو لا، ميشو ما يعرفش اي حاجه، ميشو ما سرقش اي تماثيل. ده انا اللي زي ما قلت لحضرتك قبل كده، انا اللي عامل ميشو ساعتها. امال مين بس اللي سرق التمثال؟ اكيد لما فاطين كان عامل ميشو ورفض، عنابي كلم حد تاني. ده احتمال. احتمال برضه يكون التمثال اتبدل بعد ما سرقوه. لأن التحريات عندنا بتقول إن التمثال الأصلي خرج من معمل الترميم على العربية، وبعد كده حصلت الحادثة. احتمال برضه يا باشا. والاحتمال بقى اللي مؤكد أكتر من الاحتمالين دولت سعادتك، شيكو مدريد. شيكو مدريد ممكن يكون هو اللي سرق التمثال وعايز يلبسها لميشو أخويا، حاكم شيكو مدريد ده قلبه أسود أوي. وأنت إيه اللي مأكد لك أوي كده إن أخوك مالوش علاقة؟ هو بنفسه سعادتك النهاردة الصبح لما شفته. ده أنت كمان عارف المكان اللي أخوك مستخبي فيه. هو شيكو مدريد مفيش غيره، أنا متأكد حضرتك. ربنا ياخدك يا رب يا شيكو مدريد، انت وسمير سمير في يوم واحد. ايه الخلق ده يا رب؟
الحمد لله على ساعتك يا فندم. حضروا سيادتك العشاء؟ لا مش عاوز، بس خلي بالك. محتار بسيادتك. انت فين يا روح؟ وحشتيني. لا انا وصلت البيت بستنيك. طب يلا بسرعه ما تتاخريش. يلا باي. ميشو فجأة مش كده طبعا، مش مصدق. لا يمكن كان يخطر على بالك اني مستنيك جوه الدولاب، او حتى تفكر ان ممكن اجيلك لحد هنا برجلي، لحد اوضة نومك. معلش مش هتعرف تسهر الليله دي. وايه الورق اللي في ايدك ده؟ ده الورق اللي كان عندي، انت وصلت له. انت عامل لي مفاجاه بقى انت كمان، يبقى انا جيت في الوقت المناسب. نتفاهم يا ميشو. طبعا طبعا نتفاهم. امال انا جاي ليه؟ افتح الخزنه. بقول لك افتح الخزنه من غير كلام، عشان انا مصدع. لو اتكلمت تاني اوعدك انها هتبقى اخر مره تتكلم فيها في حياتك. افتح الخزنه. حاضر حاضر. بسرعه. فهمت يا فاطين؟ فهمت هتعمل ايه؟ فهمت سعادتك، فهمت. وبعدين هو حضرتك بتعاملني كده ليه؟ بعاملك ازاي؟ بعاملك ازاي يا فاطين؟ يعني انا عايز افهم. حضرتك اولا منفعل عليا من الصبح، ثانيا عمال تنفخ دخان السجاير في وشي ولا كاني انا المتهم. فؤاد باشا ما تنساش اني انا اللي مبلغ. يا سيدي مش ناسي، والله ما ناسي ان انت اللي مبلغ، وجميلك ده فوق راسي. بس انت بقى مش عارف خطوره العصابه دي ازاي، ولا حتى عارف قيمه التمثال اللي اتسرق. انا اعترض يا فؤاد بيه. لو سمحت بقى محدش يعرف قيمة التمثال ده قدي، لأني عامل عليه بحث واخد الجايزة الأولى فيه، وكمان هيكرموني في الاحتفال السنوي في هيئة الآثار. ولو سعادتك مش مصدقني ممكن حضرتك تضرب تليفون للسيد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بنفسه وهو هيأكد لك كلامي. حضرتك أنا مش قليل، أنا مدرس دراسات محترم. أي نعم مدرس مرفوض لكن محترم، وليا كرامتي وليا كبريائي وليا قيمتي العلميه ما بين تلاميذي. ويا ريت بقى حضرتك يا فؤاد بيه ما تاخدنيش بذنب اخويا ميشو. ايه ده طيب يا استاذ فاطين؟ خلاص يا عمر، بس يا ريت بقى يا عمر بيه حضرتك يعني تخليه يبطل التدخين، لان السجاير خطر على الصحه، ولان السجاير ممنوعه اصلا من وزاره الصحه بقى ذات نفسها. يا سلام، انت تامر يا سيدي، يعني هي جت على دي؟ ادي السجاره اللي مضايقاك. ممكن بقى تفهمني؟ عرفت هتعمل ايه؟ عرفت طبعا. طب ما تقول هتعمل ايه؟ حاضر حضرتك يعني بتمتحن يعني كده؟ ماشي حاضر اقول. حضرتك بقى انا اول ما اي حد من العصابه يقوم مكلمني زي سكر ده، اله يا رب يبتليه بسكر ينخشش عظامه. اله يا رب. وتخلص يا ابني بقى وخليك في الخطه. خلاص حاضر حاضر يا فندم. هقوم بقى ساعتها مجاريهم ومدحلبهم في الكلام، ومعاملهم بقى ان انا واد صايع ومعاهم في العصابه وكده، واقول لهم ان انا معايا التمثال، واقوم بقى محدد معاهم الميعاد. واول ما احدد معاهم الميعاد. ايوه هتعمل ايه بقى؟ ايه اول ما تحدد معاهم ميعاد هتعمل ايه؟ هاجي اقول لسعادتك على طول، ما فيهاش يعني فقاقه. تيجي تبلغني على طول؟ مش تستنى بعد المصيبه ما تحصل وتيجي تبلغني؟ يا فؤاد بيه خلاص انا هاجي لسعادتك بنفسي وهبلغك. خلاص بقى ما تشيلش مني. حاضر فهمت.
ميشو خد كل الفلوس اللي في الخزنه يا ميشو، بس بلاش الورق، الورق ده ما انتش قد اصحابه. قلت لك انا مسطع. اللزق ده بقى مش هيخليك تنطق. عايز تتكلم؟ خلاص ما عنديش استعداد اسمعك. متهيألي شكلك كده هيبقى حلو قوي لما تيجي صاحبتك وتشوفك. ايه رايك يا فريد بيه في اللعب ده؟ حلو مش كده؟ سلام. يعني شيكو مدريد هو اللي بعت رجالته وعملوا كده؟ ايوه يا عم انس، كان بيدور على الورق بتاع فريد الجندي اللي ميشو مصور منه نسخه ومخليها معاه، ويا ريت على كده وبس، كمان عايز فلوس المزاد بتاعته. بس الحمد لله المعلم سيد ما راحش فيها، ده كان بعت الرجاله يخلصوا عليه. ايه ده؟ هي وصلت لكده؟ واكتر من كده يا عم انس، بس تعرف اللي مقطع في نفسي ان احنا بلغنا عن المكان اللي مستخبي فيه ميشو، وزمان اللي اسمه فريد الجندي لو وصل له. يعني انتوا كنتوا عارفين مكان ميشو؟ للاسف ايوه. وهو كويس؟ كويس وزي الفل، بس دلوقتي مش عارف عمل ايه بعد اللي اسمه فريد الجندي ده عارف مكانه. الله، الراجل ده عايز منه ايه؟ مش خد الورق اللي هو عايزه؟ بيدور على التمثال المسروق اللي مع ميشو. ايه؟ تمثال مسروق؟ انت فين يا عم سكر دايت انت كمان؟ ما انت كنت بتطلع لي كل شويه من تحت الارض، مالك شاحح ليه النهارده كده؟ يا رب يا رب يظهر سكر بقى ده عشان ادحلبه في الكلام ووقعه في شر اعماله هو والعصابه اللي معاه، عشان نخلص بقى من المصيبه دي. يا رب كفاني فخرا انك لي رب، وكفاني عزا اني لك عبد. يا رب انت لي كما احب، فاجعلني لك كما تحب، وانصرني عليهم يا رب نصرة قوية من عندك. يا رب يظهر سكر بقى، يا رب سكر، يا رب سكر، يا رب سكر. ايه الغلب ده يا رب؟